مشاهدينا أهلا بكم إلى حلقة جديدة من مرابحة، البرنامج الذي يعنى بالقطاع المالي الإسلامي. بداية مع العناوين: توقعات أن تتجاوز إصدارات الصكوك العالمية خلال العام الحالي حاجز 200 مليار دولار. وقطاع التأمين التكافلي على موعد لتسجيل حجم يصل إلى 30 مليار دولار في 2015. وأحداث الربيع العربي ترجح كفة الطلب على التأمين ضد المخاطر السياسية على حساب المخاطر التجارية. توقع بيت التمويل الكويتي بيتك أن تتجاوز إصدارات الصكوك العالمية خلال العام الحالي حاجز 200 مليار دولار بنسبة نمو تتراوح بين 15 إلى 20%، وذلك عن العام الماضي. وذكر تقرير بيتك أن نمو إصدارات الصكوك الإسلامية تجاوز رقما قياسيا في 2011 بنسبة قدرت ب 80% مع اتساع شعبية الصكوك والمبادرات الحكومية. وأشار التقرير إلى أن الصناعة المالية الإسلامية نمت بمعدل تراوح بين 15 إلى 20% سنويا خلال العقد الماضي لتصل إلى حوالي 1.3 تريليون دولار، وبرز صناعة الصكوك باعتبارها من المكونات الرئيسية للنظام المالي الإسلامي. توقع نبيل المبارك المدير التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية سيما تعثرا في السداد بقيمة 8 مليارات ريال في قطاع السيارات وفقا للتأجير التمويلية. وأوضح المبارك أن تزايد نسبة التخلف تأتي تبعا لنمو وتطور الشركات العاملة في هذا المجال، حيث من المتوقع يصل عددها إلى 17 شركة، وعدد المستفيدين منها قد يتجاوز 700 ألف شخص، ويصل حجم التمويل إلى 70 مليار. وللحديث عن هذا الموضوع معنا من جدة سيد حسن كتبي الخبير المصرفي والمتخصص في قطاع التأجير التمويلي. سيد حسن، بداية نرحب بك في سي ام بي سي عربية. هل من الممكن أن نوضح للمشاهد الكريم طبيعة عمل أو آلية عمل التأجير التمويلي؟ السلام عليكم وأشكر لكم على استضافتي. الله يسلمك. بالنسبة لطبيعة عمل سما، هي بتمثل حاجة واحدة، خلينا نقول سمعة ائتمانية، بتمثل أنه كل شخص زي ما له سمعة على مستوى الصعيد الشخصي فيكون له مستوى على الصعيد الائتماني. فهذه هي طبيعة سما اللي بتستخدمها البنوك وشركات التمويل كلها. الآن عندما يتحدث المدير التنفيذي لسما عن تقريبا عجز متوقع بثمانية مليارات دولار، إلى أي مدى هذه الأرقام يعني تقترب من الواقع الذي يعيشه السوق؟ طيب، اذا يعني انا تقريبا اخذت شفت التقرير هذا، فكان بيتكلموا فيه على في لي عنده معده مداخلات فيه. فاولا طبعا بيتكلم على انه هذا حوالي 9% دلينكونسي، التاخير او العجز عن السداد 9%، اللي هي 8 مليار من 70 مليار حجم التمويل. حجم سوق السيارات اكبر من كده، يعني حجم سوق السيارات حوالي 55 مليار في صعود، التمويل انا اتوقع كمان يزيد عن 70 مليار، لكنه خلينا نقول السوق نامي وفي مرحله نمو اكثر. المعلومات هذه، أي معلومة أو أي رقم في الدنيا ممكن أصغره أو أكبره، يعني يكون رقم كبير أو رقم صغير استنادا على القصة اللي خلفه. فإيش هي القصة اللي خلفها؟ 8 مليار ريال ما هو مبلغ كبير مقارنة بحجم سوق السيارات اللي بنتكلم عليه، فيه حوالي 600 ألف سيارة بتدخل المملكة سنويا على حجم الشركات التمويل. البنوك نفسها حوالي 5 بنوك اللي بتمول، وشركات تمويل السيارات أو كل ما لها في ازدياد. طبعا عندها عدة مصادر هنا عشان المعلومة تكون دقيقة جدا. في عندنا الوكلاء بيقوموا بعملية التمويل، في عندنا شركات تمويل، وفي عندنا بنوك. مصدر معلومات هذه فين؟ هل هو هي شركات السيارات؟ لأنه أعتقد البنوك 5، فالبنوك ما تمثل الحيز الأكبر مقارنة كعدد، مقارنة بوكالات السيارات وكل شيء. عملية التمويل أو الالتزام في سما، أنا بصراحة أشوفها تتقسم لعدة عناصر. مصدر المعلومة، تعرف garbage in garbage out، معلومات إيش بتدخل، نوعية المعلومات اللي بتدخلها بتطلع لك نفس نوعية المعلومات في المخرجات. فهل عندك الالتزام عندك بين العملاء بيتراوح بين حسب نوعية تعليم العميل، حسب المنطقة، هل هي منطقة كبيرة مدنية أو منطقة مثلا شوية إيش هجر وقرى، حسب نوعية السيارة، في الكلاينت بروفايل بنتكلم عنه، على أي مستوى من السيارات هو بيقدم عليه العميل، على أي مستوى من الدخل. وبعدين هل النقطة المهمة الأخيرة،
طريقة التمويل تمت عن طريق شركة ولا عن طريق الوكيل السيارات ولا عن طريق البنك. البنوك أكثر الجهات التمويلية وعيا وحرصا في الناحية دي، فبيعملوا سكرينينج، بيفلتروا العميل، بيفلتروا مصادر الدخل حقته، وبينصحوه بما هو أفضل شيء له. فأكبر قدر ممكن من 9% أو 8 مليار ريال، هذا بتكلم عنها شركة سما، أعتقد أنه من واقع خبرة جاية من شركات تمويل سيارات، وشركات تمويل السيارات هذه اللي من وكالات او شركات تمويل السيارات، لما كانت بترجح عمليه التمويل يكون زيرو داون بيمنت، زيرو دفعه اولى بدون، ومصاريف اداريه بدون، هذه اكثر طريقه يمكن جذب للعملاء، بتريحهم في البدايه بس بتشكل ارهاق شهري على راتبه وعلى التزامه. يعني ماذا التزامه هنا بتاثر كثير جدا. يعني سيد حسن، هل يعني هنا نحن امام ضروره اعاده لتقييم المعلومات؟ وحتى الان هل هذه النسبه 9% هل هي فعلا تقترب مما يحدث فعلا في سوق السيارات؟ في شركات سيارات عندهم نسبه التاخير 0.5% او 1%، وفي شركات سيارات تانية حبوا يعني في وقت من الأوقات بدون ذكر اسماء حبوا أنهم صرفوا مخزون كبير عندهم، فحركوا يمكن حاجة 20,000 سيارة خلال شهرين زمان أو 3 أشهر، مع ملحوظة أنه في شركات بتاخد سنة بكاملها عشان تحرك الرقم ده. فشركة دي حركت حوالي 20,000 سيارة، عملوا كامبين حملة تسويقية بدون دفع أولى، بدون مصاريف، بدون أي شيء، تعال خد سيارة. فكانت إغراء كثير لمن لا طاقة لهم في الالتزام، وجوا أخذ السيارات، وفي النهاية الراجل ما قدر يكمل في الالتزام فيه، والشركة اتضررت ماليا ومن سياراتها. والنتيجة أنه تحولت سما من مجرد مرآة أنها بتعكس الالتزام لنوع من العقوبة، إحنا نعاقبك نحطك في السما لأنك أنت ما التزمت. ما هو في البداية أصلا لو ركز على العميل المضبوط، وكان أحيانا بيجينا عميل ومن ناحية تعرف بيكون حساسة شوية العميل، بتنصح وتقول له دخلك كده ما يناسبك، لكن ممكن تأخذ السعر فلانية تناسب دخلك. نعم. بعض العملاء أخذوه بحساسية وبعض الثانية أخذها بشكل متفتح. وعموما يعني السما أدت هدف ثاني أنا بلاحظه في السوق، هدف بينمو، لسه ما وصل المرحلة الكافية، لكن أنا بفرحان بشوف النتيجة من الهدف هذا. نعم. صار في وعي ائتماني، صار ناس كثير من العملاء بيقول لك يجي ما يقول لك ما يبغى زيرو داون بيمنت، يقول لك عمي أنا بدفع دفعة أولى، أبى أدفع مصاريف إدارية، أبى أدفع أكبر قدر ممكن من الدفع الأولى، وبيناقشك كم نسبة المرابحة، نسبة الربح اللي هتفرضها عليه على أساس أنه يأخذ أقل قسط ممكن عشان يكمل التزامه معك على أسس سليمة. فعلا. سيد حسن، بماذا تفسر يعني عندما يقول السيد المبارك أو يتوقع تزايد نسبة التخلف عن السداد تبعا لتطور ونمو الشركات؟ والله يعني احترامي الشديد، السمة وضعت وفي عندنا كل البنوك والشركات، بلاش كل الشركات، كل البنوك غالبية الشركات بتتبع السمة. أي شخص موجود اسمه في السمة لا يعطى له سيارة إذا كان اسمه في السمة. طبعا أي عميل بيبان اسمه في السمة، بس خلينا نكون أوضح في كلامنا، إذا سجله الائتماني نظيف، سمعته الائتمانية نظيفة ممتازة جيدة، من جيدة جيد جدا ممتازة، بتعطى له حسب مقدرته المالية، وفي نسبة استقطاع محددة من مؤسسة النقد اللي محددة على البنوك. طبعا الشركات السيارات اللي هم تحت وزارة التجارة نوعا ما يمكن عندهم أريحية أكثر، يمكن انهم يتحركوا في نسبة الاستقطاع، وان كانت هي نفس النسبة، بس البنوك بتاخذ الصافي ولا الشركات الثانية بتاخذ الإجمالي، فهنا بيختلف طريقة القسط تبعا للحكاية دي. توقع يعني ما أعرف، كلمة مطاطة يعني، البنوك أشد شوية في الحكاية هذه، في شركات تانية كثيرة ابتدت تستوعب وقيمة وأهمية سما، وفي شركات تانية بتأخذها كأسلوب من العقاب. لكن أنا أعتقد أنه في نمو في الوعي، يمكن نسبة وتناسب، يمكن ما هو النمو العالي جدا، بس في زي ما أسلفت يعني أنه في حسب الالتزام بيتراوح بين حسب نوع التعليم للشخص العميل. نعم. مدى تعليمه ومن أي منطقة ونوع الدخل ونوع السيارة، وهل هو أخذ السيارة عن طريق بنك أو الوكيل أو شركة تمويل، وهذه كل العوامل هنا بتختلط مع بعض. لكن اللي أنا شايفه أعتقد في خلال فترة 5 سنين 10 سنين أنا أعتقد أنه نسبة الدلينكونسي اللي هي العجز حتقل، وأعتقد أنه الالتزام حيزيد، وأعتقد أنه في دور على السمة وكلاء السيارات في توعية العميل
بما نعم. هو مناسب له. إذا تعدينا شوية حاجز الحساسية أنه العميل يأخذ ما تقول له ترى أنا السيارة الفلانية أقترح عليك أنها تكون تقيلة شوية على قسطك الشهري، ممكن تأخذ سيارة فلانية أرخص لك أو تأخذ مواصفات أقل شوية أو تزودك دفعتك الأولى بحيث أنه قسط الشهري يكون أفضل، لأنه في كثير توجه بيعي نعم. بين البنوك وبين شركات السيارات ما في كله يقول لك تعال أقل بدون دفع أولى بدون مصاريف إدارية. وأن واقع خبرة ما شفتها في أرقام كثير من السيارات، أي سيارة لو دفع العميل 5000 ريال فيها، مجرد 5000 ريال صدقني التزامه بيختلف تماما عن العميل اللي أخذ سيارة ببلاش. خذ سيارة خد بدون أي شيء بدون أي التزام، في التزام أدبي ومادي ومعنوي بس نعم. ما في التزام مقدم. الموضوع حتى فيه جانب نفسي قد تشير في هذا الموضوع. سيد حسن أشرت قبل قليل في موضوع التخلف عن السداد وقد اختلفت بعض الشيء يعني بشأن تصريحات السيد المبارك، يعني أشاروا يعني هنا يعني إشارات إلى أن سما لديها المقدرة لإعادة هيكلة يعني هذا المبلغ الكبير وهو 9% 8 مليارات ريال. كيف يمكن في القطاع يعني في هذا القطاع التأجير التمويلي كيف يمكن إعادة هيكلة هذه المبالغ الكبيرة؟ وإيش مقصود في إعادة هيكلة؟ هل إنه إعادة جدولة السداد؟ نعم. البنوك كلها أحيانا لما بيتأخر عليهم البنوك طبعا في يعني أو الجهات التمويلية في نوع ما في بينظروا له ما هي بناحية اقتصادية بحتة، برضو في عنصر إنساني أو عنصر آدمي في النص. نعم. فلما يكون شخص بيقول العميل والله أنا عندي ظرف بيمهلوه شهر أو شهرين يعني زي ما يقول بس خلينا نكون حقانين، يكون العميل تقدم ترى أنا حصل معي ظرف حصل وضع كده، فبينظروا له بعين الرحمة شوية ما بتكون دائما أكيد عملية وهو من صميم وهو من صميم عمل التأجير التمويلي بالتأكيد. مظبوط. الآن في بعض العملاء بتلاقيه فجأة اختفى، فالرسالة اللي بتجي هنا للجماعة أنه اتصلوا به مرة واثنين والعميل دخل في مرحلة أنه بيسوف أو بيأخر بيماطل بيكتب عليهم، فبتختلف المعاملة هنا. العميل اللي جاء أخونا أنا عندي الظرف الفلاني عندي مشكلة فلانية محتاج الفترة فلانية أنا أقدر، بيقعد معهم بيرتب عادة الجدولة أنه كيف يسدد الآن إيش اللي ممكن يعمله الآن إيش اللي ممكن يعمله بعدين، في بيقول بيلاقي قبول شديد جدا ترى من البنوك أنه تعين وتعاون. وانا بتكلم على الاغلبيه هنا العظمى، وفي بعضهم اللي هو بيكون لانه هم اصلا بعض الشركات شفتها كمان من غير ذكر اسماء ما حدث المعلومات وفي يوم بده يرفع 2000 فايل لشركه سما انه فجاه 2000 عميل عندي ما سددوا بده يرفع دفعه واحده. فكمان يعني الوعي التوعيه والوعي اللي المفروض تقوم به واعتقد شركه سما قامت بجزء كبير مشكوره فيه وحيكملوا اعتقد يعني اتوقع واتمنى يكملوا بجزء ثاني بين سما والبنوك وشركات تمويل السيارات بالتعاون مع وزاره التجاره بحيث أن يكون في كوميتي يعني جمعة من جميع الأطراف مو أكثر ما هي عملية عقاب على قد ما عملية توعية ترغيب وليس ترهيب فترغيب العميل ترى الوضع كده وأمورك كده تعينك كده فعلا وصلت الفكرة. السيد حسن كتبي الخبير المصرفي والمتخصص في التأجير التمويلي من جدة شكرا جزيلا لك. مشاهدينا فاصل قصير نعود بعده لاستكمال برنامج مرابحة.